بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معكم أخوكم عابر أسامة، شاب من ولاية وهران، ممثل عن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون ترشح، وعد، تعهد، التزم فوفى، وتجسيدا لسياسة ترقية الصحة وترقية التكفل الاجتماعي، قالها السيد عبد المجيد تبون وبعبارة صريحة وبكل إخلاص: إن ترقية المواطن وترقية الوسط الذي يعيش فيه وتقوية الجبهة الاجتماعية من أولوياتنا وصلب اهتماماتنا. وبموجب مرسوم رئاسي نصب السيد عبد المجيد تبون اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، وفضلا عن التكفل بمرضى السرطان، ألزم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون آنذاك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتكفل بمرضى السرطان الغير المؤمن لهم اجتماعيا فورا، وهذا بدون أي إجراء قانوني أو إداري مسبق. هذا كان بتاريخ 4 فبراير 2024، وبعد 10 أيام وفي فترة وجيزة، وبمناسبة اليوم العالمي لمرضى السرطان الأطفال، وزعت أول دفعة من بطاقات الشفاء ومن الجيل الثاني لمرضى السرطان التي تتكفل باحتياجاتهم، حيث لهم أن يستطيعوا أن يتكفلوا ب 1700 نوع من الأدوية، والشريحة تحمل أكثر من 40 وصفة طبية. هذا ما يجسد الالتزام رقم 42 الذي يقرر تنظيم الوطني للضمان الاجتماعي. وإذا تكلمنا عن التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة، ففي آخر خطاب جماهيري للسيد عبد المجيد تبون الذي كان في ولاية وهران في اليوم 11 من هذه الحملة الانتخابية، تعهد السيد عبد المجيد تبون أمام الجماهير أن الجزائر لم ولن تتخلى عن مواطنيها من الفئات الهشة، على غرار المعوزين المتقاعدين، ذوي الهمم، المرأة الماكثة بالبيت، المجاهدين، وحتى من ذوي الحقوق. هذا وقد التزم السيد عبد المجيد تبون أن الجزائر ستواصل دعم هذه الفئات الهشة من خلال بناء سكنات اجتماعية أكثر، وأن منحة البطالة سيرفعها إلا حتى أن تصل إلى 20,000 دينار جزائري. وفي حوار جريء مع طالبة طالبت منه أن يرفع منحة الطالب، قال لها وبكل صراحة أنه غير راض عنها، وأن في العهدة القادمة إن شاء الله سيعمل رفقة الطاقم الوزاري على أن يجد الحلول التي ترضي الطالب الجزائري وتصون حقه وترفعه إلى مقامه من العلم. هذا وما يجسد دعمنا لهذا السيد رئيس الجمهورية. ومن خلال هذا الخطاب أدعوكم جميع الشباب وخاصة الفئة الطلبة أن نكون يوم 7 سبتمبر وبقوة لدعم ومساندة مرشحنا الحر السيد عبد المجيد تبون، لنقدم رسالة قوية لأعداء الوطن، ونقول لهم من هذا المنبر: أنتم تنشرون سلبية وطنكم بكل حقد وكره، ونحن ننشر ونثمن مجهودات وطننا بكل وعي وإخلاص وحب. اليوم من أجل جزائر اليوم وغدا وأبدا، ومن أجل جزائر مستقرة ومستمرة، ومن أجل جزائر منتصرة، وتسيدا للالتزام رقم 43 الذي ينص على تعزيز التضامن الوطني، نقول لكم: لكل شعوب العالم أوطان يعيشون فيها، ونحن لنا شباب الجزائر جزائر تعيش فينا. ومن أجل أن تكون الجزائر مستقرة ومنتصرة، ندعوكم يوم 7 سبتمبر لدعم مترشحنا الحر. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقول لكم: العزة لله، الكرامة للشعب، الوفاء لهذا الوطن، العزم والإصرار منا نحن الشباب، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. سلام الله عليكم.